معكم. كيف كتشوفوا هذا فيديو غادي يكون انتريسون بزاف بزاف، سورتو الناس اللي هما باغيين يعرفوا لا لوميير ديال لا فيديو. كيف حاط هنايا كاين واحد الانواع ديال كثيره ديال لا لوميير، واللي هو كاع مشهور فيهم هو الاري اري لايت. هو هذا هو الاري اللي اكثريا كيخدموا به من بكري، كانوا كيخدموا بهذا الضوء هذا اللي هو يعني كيتسمى هذا 300 واط، اللي كيتسمى فرونل، كيتكتب فريزنال ولكن كنقولوا ليه فرونل. وعلاش كيتسمى فرونل؟ لان فيه واحد اللينز هنا لداخل، لان كي كونسونتري لا لوميير لواحد الاتجاه، وهذا كيتسمى هارد لايت لان قاصح. الا خليناه هكذا بوحدو كيكون قاصح بزاف. هنا هاد لا لوميير هذا عنده واحد الشبكه كاينه هنا لداخل باش كدير تخدم لينا بحال بروتيكسيون، باش الا تهرست الدجاجه ولا الا تفرقعت البولات، لان بعض المرات كيتفرقعوا البولات ملي كيوصل الوقت ديالهم كيتفرقع بعدا ما تضربش لينا ديك البوله في عينينا. في نفس الوقت كاين هذا اللي هو 650 واط، هذا اكبر من هذا تقريبا الدوبل عليه، اللي كيتسمى جونيور. ولا كاين واحد اخر كبر منه حتى هو 2000 واط، اللي هو هما كلهم هادو تانغستن لايت، لان تانغستن هما عندهم ديك البوله اللي كتعطينا لا شالور ديال الكالفين ديالها 3200 في لا شالور، اللي هو بحال الضو ديال اللي كنديرو في ديورنا دوك البولات العاديين تانغستن لايت. هذا كيتسمى كيف قلت لكم جونيور، لان ملي كتكون خدام ولا شحال كيقول لك شي واحد، بالاخص حنا على حسب النكالزه، ما عرفتش بالنسبه للمغرب شنو تيقولوا لهم. حنا تيقولوا لك جيب ليا جوج بولات جونيور كتعرف راه هي 650 650 واط، ولا كيقول لك جيب ليا البلوند كبر من هذا وكيكون اكثريا صفر. هذاك كيتسمى بلوند لان هو 2000 واط. كاين شركات اخرين كيديروه، شركه الشينوا ولا شركه بحال ديال كوريا، تما كيصوبوا انواع ديال لا لوميير. وعندنا هذا اللي هو صغير اللي حتى هو نوع ديال الاري لايت، هذا 150 واط، اللي حتى هو فيه الجاجة حتى هو كيتسمى فرونول ولكن سبوت، اللي هو كنخدمو به الا كنا قريب للسي جي، بحال نخدمو في مثال انترفيو ولا شي حد اللي هو قريب لينا، يقدر يكون فيلم والكاميرا تكون قريبه. كنديرو هذا ديما اللور كيتسمى الهير لايت، كل الشعر ولا كنضويو به اللور ديال الكتاف ولا هذا، باش كيعطينا واحد السيباراسيون ما بين السوجي و لاغيغ بلون. ولا كنضويو به البروبس الا كان شي كادر شي تصويره ولا شي حاجه كنضويو به داكشي الصغير. الوغ هذا داكشي علاش كيصلح، كاين منو لاني مهم بزاف، لان ماشي غير حنايا نقولو لا راه خاصنا البولات يكونوا كبار هما اللي خاصينا. كاين واحد النوع اخر عاوتاني ديال الاري لايت 750 واط، اللي هو واحد النوع جديد، والنوع جاي من ال او دي لوميير، اللي هو يا بلا ماشي سخون، لان هادو كتوصل التمبيراتور ديالهم سخونه بزاف، خاصك ديرو ليغات باش نقادو هاد البيبان ديالهم، كيتسموا بارن دورز، باش كنقادوهم ولا نقدروا نخليو غير واحد شويه واحد الشقه هكذا ديال الضو، ولا نديرو اي شكل بغيناه ندورو ولا لا، كيكونوا سخانين بزاف، سيرتو 300 ولا 650 ولا حتى 2000 كيكونوا سخان بزاف، تقدر تحط عليهم يديك. كاين نوع اخر عاود في لا لوميير اللي كيتسمى الريد هيد، اللي هو هذا كيتسمى الريد هيد. انا عندي هذا اللي هو يانيرو لايت، اللي هو ديال طاليان. الريد هيد راه مشهور، انتم كتقولوا ليه الماندارين. الريد هيد مشهور، كتكون بولا ديالو حمراء ولا اورانج، هذا الكوفير ديالو. انا عندي هذا اللي هو كيف قلت لكم يانيرو ديال الطاليان، وهذا كيف هذا فيه 1000 واط، واخا فيه 1000 واط كيتسمى ريد هيد ولا ماندارين، والماندارين اكثر مشهورين ب 800 واط، ولكن حتى هادو كيتسموا ماندارين.
كيف قلت لكم من قبل كاين هذا الشبيك هذا، وهنايا ما فيهش هذاك الجاجه، اذا ماشي فرونال لايت، ما فيهش ديك الجاجه داك اللينز. اذا الضو اللي عندنا كيكون مشتت، خصنا حنايا نقادو الضو بهاد الباندورز هادو، نقادوه بحال هكذا باش يكون ديريكسيون ديالو لواحد الجهه. اذا بقى يخرج لينا داك الشعاع ديال الضو من هنايا، عندنا واحد الفيلم اللي كيكون هو كحل، داير بحال داك الفيلم ديال الطياب، ولكن هذا سبيسيال كنلويوه هنايا من الجناب، وما كيتحرقش، كيصبر العافيه، كيصبر السخونيه، باش كيخلينا الضو مكونسونطرينو غير لواحد الجهه، ما كيضربش لينا من جوايه اخرى. كاين هذا حتى هو اللي هو صغير، حتى هو نيرولايت 150 واط، هادو مزيانين حتى همايا، لان الشركه ديالهم مزيانه. كيف كتشوفوا هنايا راه عندنا هاد اللينز هذا، وهاد البولا، هاد البوطون هادي اللي كتقرب البولا وكتبعدها باش كتعطينا داك، اما كتصغر الديريكسيون ديالو ولا كتحل الديريكسيون ديال لا لوميير. هذا كيعجبني هذا بزاف حتى هويا. ومهم من هاد الضوا وهادو بزاف، هاد 150 واط، لان بزاف ديال الناس كيقول لك لا هذا غير ضعيف ولا قليل، ما يهمش. نسيت ما قلتش لكم عاود، كاين هذا النوع ديال الاري اللي هو كيتسمى الاتش ام اي، اش ام اي كما كتقول في المغرب، اش ام اي حنا كنقول ليه اتش ام اي، اللي كيكون مجهد بزاف والضو ديالو ابيض. هذا كي كنديروه في الليل في المثال، وكنحاولوا ناخذوا داك الامبيونس ديال لا لوميير ديال النهار، وكيكون في المثال هو كيجي مع واحد ترانسفورماتور كبير اللي كيتسمى البلاست، اللي الا كانت البوله اللي فيها 2000 واط كيكون غالي شويه، ما رخيش، لان كيقدر يوصل حتى ل 4 5 المليون واكثر. اذا كتكون البوله دي كتكون البوله ديالو في المثال فيها 2000 واط، كتعطيك 3 حتى 4 المرات اكثر من 2000 واط. الا كانت 5 واط كتقدر تعطيك البويسونس ديال 20000 واط، 5000 واط كتعطيك تقريبا مع الترانسفورماتور ديالو، كيولي فيها الجهد ديال 20000 واط. لان تخيلوا كتكون كبيره ماشي صغيره، تخيلوا كتكون تقريبا واحد 10 متر، نقولوا ماشي 10 متر ولكن بحال 4 5 متر باش طالعه هكذا الفوق، وكيضوا بها واحد المساحه، واحد الزنقه، ديك الزنقه ملي كيصوروا فيها كتبان بحال راه الشمس اللي عاطيه داك الضوء. الا كان عندهم الخدمه وما كملوهاش، كيديروا داك النوع ديال الضوء باش كيعطيو لا لوميير كثيره بزاف، وكت كيصوروا بها بحال كانوا كيصوروا نيت في النهار. كاين عاود درنا على الريد هيدز، كاين كينو فلو بحال هذا اللي هنايا، هذا اللي من مورايا هنا، هذا كيتسمى كينو فلو، وفيه بزاف ديال الانواع. كاين كينو فلو اللي هو كبير، كاين اللي على حسب الصغر ديالو، على حسب الكبر ديالو. عاود هذا نوع من الكينو فلو، ماشي كينو فلو 100%، ولكن نوع منهم. كينو فلو كيجي على واحد تقريبا كيكون هكذا البوله هكذا، وكي والكوفير ديالو هادو، هاد الفلابس ديالو هادو كيكونوا هما نيت كيغطيو هذاك البولات وكيتجمعوا، ولكن كيكونوا كبار. هذاك المشكل ديالهم هو الكبر، ما هما كيعطيو واحد لا لوميير رطبه بزاف، ويعني مزيانه، كتكون ماشي قاصحه بحال هادو، كتكون رطبه. هذاك كيتسمى سوفت لايت. هادي تانا مضوي بوحده، عندي جوج، هادي دايرنا، عندي وحده اخرى من تما. وكاين عاود ال او دي لا لوميير اللي دايرنا، اللي تداير وحده هنايا في الجنب ديالي من مورايا، عندي بحال ما هادو. هادو خرجوا شركه امريكانيه، هما اول وحدين اللي كانوا خرجوهم، وهادو كنكونتروليو لا لوميير ديالو، ما كنشعلو اما كلهم ولا كنشعلو غير النص ديالهم، غير شويه منهم، ولا كنبقاو نقلو منهم. كاينين البوطونات ديالهم هنايا، اذا كدير هنا في المثل باش كتشعلهم كاملين، ولا تشعلو غير صف واحد ولا جوج صفوف، زعما هكذا رقيقين، صف صف ولا جوج صفوف، جوج صفوف، جوج صفوف، ولا ثلاثه ثلاثه، ولا كلشي. هذا انا شريته من شينوا لان كان رخيص. اما هذه كون بغيت ناخذها في المثال، هاد الحجم ديالها كون خديتها من هنا من لانجلتير، غادي تقام عليا على الاقل واحد 400 الباوند، ولكن خديتهم انا بجوجهم من شينوا بالبوكس ديالهم، تقريبا تقاموا عليا بشي 120 بوندا، وعاد صيفطهم من تما لهنا. اذا كتشوفوا الفرق
اللي كاين ما بين التمام لان حاجه ديال الشينوا، ولكن واخا هكذاك صبروا ليا لان كنت درتها غير على الله، ولكن صبروا يعني تقريبا واحد المده طويله وما عندي، على الاقل واحد 3 سنين وما عندي، والحمد لله باقي خدامين. من ناحيه لا لوميير اخر اللي كاين لوميير اخر اللي هو سميتو بانل لايت، اللي تقريبا بحال هذا الشكل هذا بحال هادو، غير هو يا بلا كامل لان كلها كتضوى بلا، هادو كيتسموا بانل لايت وغاليين حتى هما، وكيجيو على تقريبا كيكونوا هكذا صغيورين وكيكونوا رقيقين بزاف، كيداروا فوق الكاميرا ديال الفيديو ولا فوق الكاميرا ديال 5 دي في المثال، وكيعطيوك واحد لا لوميير اللي هو مجهد واخا هما صغيورين، وكاين الحجم ديالهم كاين الكبير، كاين دي بانو اللي هما كبار، وعندهم في الجناب ديالهم بحال ديكروشي اللي كتلصق وحده مع وحده، كيوليو بزاف ديال البولات وحده لاصقه على وحده، باش كيعطيك واحد طابلو كبير قدو قداش كله بولات كله خارج من الضوء ورقيق في الحجم ديالو، وكيبقى بارد لان هذيك هو ال و اسمو لا ديفيرونس ولا فونتاج ما بينه وبين هاد البولات هادو. هادو كيكونسوميو الضو بزاف لان هالوجين لايت الا كان عندك 2000 واط كيكونسومي لك 2000 واط، لان 2 كا ديال 2 كيلو واط ديال لا لوميير اللي كتجبد لك من المقاله. الاخرين بحال ما هادو ولا بحال هذا اللي وريتكم هاد ولا البانل لايت كينو فلو ولا ال دي لايت، هادو كلهم كيكونسوميو قل وكيكونوا باردين. كون كنت دابا داير انا غير هاد جوج بولات دايرهم حدايا ومشاعلهم بهاد النوع ديال الميه، راه غادي تكون سخونه هنا البلاصه هادي فين كنصور. كاين عاود هذا اللي سميتو لول ريفا، هذا راه كيف كتشوفوا هنا عندي هذا كيتسمى جري، هي هذه تاهي شريتها هذه مده طويله وصبرت ليا بزاف، واخا ما كنخدمش بها بزاف، ولكن كتعطينا لا لوميير ديال السوفت بوكس، وكنديروا عليها هذا الجريد هذا باش لا لوميير كيكون كونسونطري لواحد الجهه، ما كيشتتش لا لوميير في كاع الجوايه، كيبقى مكونسونطري لواحد الجهه. هذا الاول هو اللي كنخترعو هذه واحد المده طويله سنين، هذه فاش بداو لي لوميير، والشكل ديالو داير بحال الشكل ديال المظله لان فيها واحد البوله طويله هكذا كبيره، البوله ديالها شويه غاليه، هذه كدير تقريبا 500 واط اللي فيها، وعندي وحده اخرى اكبر منها فيها 650 واط، وملي ملي كيتجمع على شكل ديال المظله، دابا من بعد نوريكم كيفاش كيتجمع هكذا وكيتلوي وتخشيف في الصاك ديالو اللي هو طويل. يعني من ناحيه الكونسوماسيون ديال الضو تاهو مجهد، لان تاهو كيتسمى هالوجين لايت وكي كونسومي الضو، لان 550 واط على الاخر 650 واط كيكونسومي لا لوميير بزاف وكيعطي السخونيه، وملي كتكمل به كيخصك تسنى حتى يبرد عاد تجمعو، سينو يبقى سخون وعندو الحديده الدخلانيه كتبقى سخونه بزاف. كاين عاود واحد السوفت بوكس اللي سميتها الشميره سوفت بوكس، اللي تاهي في نفس الشكل غير هي كبيره بزاف، وكيدخلوا ليها البولات هاد الكبار هادو، كتقدر دير فيها حتى البولات كبار ديال 2000 واط، ما كيطرى ليها والو واخا هي سوفت بوكس. نوع اخر عاود اللي كاين هذا اللي تاهو من نوع ديال اللول، تاهو من النوع ديال هذا نفس الشركه اللي تاهو لول، غير هو سميتو لول في لايت لان على الشكل ديال في، ملي كنحلوه كاين البوله ديجا هنايا، ولكن عندها واحد الكوفير ديالها ديال الدجاج باش ما نمسوهاش بيدينا، وكنحلوه على هذه الطريقه هذه بحال هكذا، وكنديروا ليه هذه الكرياج هذا ديالو هكذا من هنا باش ما كيبقى شويه البروتيكسيون، ولكن كتكون سخونه العافيه ديالو حاره بزاف. هذا غادي تكون فيها تقريبا واحد 500 واط هي القليله، ما قلتش فين شفتها، هي كاينه هنا، هذا فيه وي فيه 500 واط بحال اللي قلت، وهذا كيتحط هو
هكذا كنقدروا نضويو به في المثال الا كان شي حيط وبغينا نضوي عاكس، ولا كاينه واحد التقبه ديالو هنايا وكنديروا ليه مظل بحال داك المظل اللي عندنا، دوك المظله البويض ديال الفوتوغرافي حتى هو كيدار، ولكن النوع ديال المظل ماشي بحال اللي كنديروا الفلاش، لان المظل كيتحمل هذاك الصهد ديال هذا كيكون فيه جوج الانواع، كاين واحد اللي هو كبر منه، انا خديت 500 واط، كاين اكبر من هذا لوال ريفا. كاين عاود داليميير اخرين غادي نشوفوهم بحال هادوك البانل لايت اللي كنت قلت لكم من قبل، بحال ما هادو فيهم هما يا كيكونوا غاليين بزاف، لان واحد الموديل ديالهم جديد، عندهم واحد بحال السويتش بحال البوطونه اللي كتعطيك اما 3200 كلفن ولا تعطيك 5600 كلفن، يعني الا بغيتي لا لوميير ديال النهار غير كدير بوطونه هما نيت اوتوماتيكمون كيتبدلوا، داكشي علاش غاليين بزاف. انا سمعت الثمن ديالهم تقريبا كبر من هذه غير شويه، لان هي هما كيكونوا كاريين ماشي ريكتونغل بحال هكا، كيكونوا كاريين كيتسموا بانل لايت، هادو كيديروا على الاقل واحد المليون ونص ولا جوج المليون الواحد، غير هو لا لوميير ديالو مزيان وكيطول، وداك الشيء كيف قلت لكم انايا بغيتو ديروه على حساب التانكستان لايت كديروا سويتش كيتبدل ولا كتبدلوا لا لوميير ديال لو جور. هادو اللي كاين هادو الكينو فلو فيهم بولات كاينه ديال 3200 كلفن ولا بغيتي ديال 5600، كتحيد هذوك البولات ودير البولات الاخرين ديال 5600، وكيكونوا الى بحال كريناهم في المثال الشركه اللي كتكريهم لي كتعطيك البولات كيكونوا لاصقين فيه، وكتعطيك البولات الاخرين كيكونوا في الباكي ديالها ولا في الماليت ديالها، باش الا بغيتي تبدل البولات بغيتي لا شالور اخرى كتبدلهم. ما عرفش في المغرب واش كيعطيوكم نفس الشكل ولا لا، سينو الا ما كانوش كنديروا لهم واحد الجيل باش نبدلوا لهم الطومبيراتور ديالهم، ولكن من الاحسن يكونوا عندكم البولات ديالهم اللي هما خاصين فيهم 3200 وفيهم 5600. اوكي كاين عاود واحد لا لوميير اللي هو سميتو تشاينيز لانترن اللي هو مدور هكذا، وكاين كاين الكبيره وكاين اللي صغيره، وكتعطينا الضوء من الداخل ديالها بحال شكل ديال البالون بحال شي كره، هذاك الضوء الا بغينا شي بلاصه نضويوها وتكون فيها الضوء كله مقاد لا هنا ولا هنا لا لهي، كدار في الوسط كتعطينا لا لوميير على الكونتور كامل ديال البيت. هادو كيتسموا ماجيك لايت، كيتسموا هادوك البولات كيتسموا تشاينيز لانترن. كاين عاود هادو اللي هما يا ال اي دي ولا ال او دي، هادو هما يا صغار كيخدموا بالحجره، يعني كانوا فاش يلاه خرجوا كان صغر من هادي، فاش يلاه خرجوا في الميريكان، خرجتهم واحد الشركه ما عقلتش على السميه ديالها اسمحوا لي، المهم صغر من هادي واحد شويه، كانوا كيديروا على الاقل واحد 300 دولار الوحده، لكن ملي خرجوهم الشينوا ولاو 15 بوندا في المثال 20 دولار 30 دولار تقدر تجيبهم. هادو كيف كتشوفوا لا لوميير ديالهم مجهد، غير هو يا لا لوميير ديالهم كيكون كونسونطري بزاف لان ماشي كبير، لان قد ما كبر لا لوميير لا سورس ديالو قد ما كيرطب لا كاليتي ديالو كتكون رطبه كتكون سوفت، ولكن قد ما كان صغير قد ما كان مجهد هادو نقدروا نخدموا به الا كانت شي حاجه اللي هي صغيره، الا بغينا نصوروا في مثلا شي نقدروا كاع نخدموا به في انترفيو، نديروا جوج ولا ثلاثه البولات من هادو نخدموا انترفيو بخير. كيجي عاود ملي كتشريوه كيجي مع هادو، انا ديجا داير ليه واحد ديفيوزر هنايا، الى حيدت الديفيوزر راه كتشوفوا لا لوميير كتولي قاصحه، الى درتو كترطب ولكن ماشي ما كترطبش كاع بزاف، وهنايا الى كنا خدامين في المثال بشي دول اللي هو على برا، يعني نقولوا حنايا تانكستن لايت، الا كنا خدامين بالتانكستن لايت على برا كنديرو هذا وكنخدمو به، كيعطينا داك لا شالور الا كان في مثل نكونو في شي بلاصه بحال في الزنقه ولا في هذاك الدور صفار ولا في شي دار ولا في شي اوتيل ولا في شي بلاصه وفيها دوك البولات صفرين بزاف، مايمكنش نديرو حنايا السوجي ديالنا الضو ابيض، لان الضو ابيض غيتخلط مع دوك الضواو اللي هما صفرين، كنديرو حنايا هاد
هاد الجيل هذا الكولور اللي هو اصفر باش كان نعاونو، هو بحال لورونج بحال الاصفر بحال لورونج تقريبا، باش كنعاونو لا تمبيراتور ديال لا لوميير كنقاد لي نعاود واحد النوع ديال لا لوميير انا ما عنديش اللي هو سميتو رينغ لايت، اللي داير بحال الخاتم مدور بحال السيركل، هذاك تيدار في القدام ديال لوبجيكتيف ديال الكاميرا ديال الفيديو، كيدور لينا على العموم تقريبا. كاين اللي هو ابيض وكاين واحد النوع اخر اللي هو اخضر، هذاك الاخضر كنخدموا به بحال الجرين سكرين في المثال، كيعطينا الضوء وكيكون لاغيير بلون كيكون كري، باش داك الكري كيولي بحال الاخضر وما كيأثرش لينا على الفيزاج ديال بنادم، هذاك سبيسيال هذاك لا لوميير. كاين هذاك لا لوميير اخر اللي هو سميتو لو انرجي، كيكون حتى هو بحال هذا الشكل، حتى هو سوفت بوكس ولكن فيه دوك البولات ديال الشينوا اللي كيف كنعرفو مدورين بحال ما هكذا، كاين اللي كتكون فيه 3 ولا 4 ولا 5 البولات على حساب اش من بويسونس بغينا نكون في لا لوميير. هذاك حتى هو كيتخدم ما كيكونش ما كونسوميش بزاف لا لوميير وما كيكونش سخون ما كيسخنش، وكنخدمو به الفوتوغرافي ولا في الفيديو، لان كيعطينا داك لا لوميير دوس ديال السوفت بوكس، ولا بغيناه يكون شويه قاصح كنحيدو داك السوفت بوكس من منه وكنخليوه نقدروا نديرو به لاغيير لوميير ديال اللور ولا شي حاجه باش يكون قاصح بزاف من واحد الجهه. كاين كيف قلت جوج انواع ديال لا لوميير، كاين الهارد لايت وكاين السوفت لايت. بالنسبه لهاد لا لوميير اللي عندنا حنايا هنا نقدروا نديروه سوفت الى درنا عليه ديفيوزر، لان عندنا هادو دي جيلاتين كيتسموا جيلاتين، ولكن ماشي اي بلاستيكه، هادو كيتحملوا ديك السخونيه ديال البولات، نقدر نديرو قدام بوله ديال 2000 واط وما غاديش يحرقها ما غاديش ياثر عليها. المهم هذا سبيسيال كيدار قدام البوله وكنشدوه غير ب كنشدوهم بهاد الفينيلات ديال العود، هادو اللي نقالزا ولا الميريكان كيسميهم سي 47، لان هادي غير مو تكنيك ديالهم، معليش نقول لك جيب ليا النقابطه ديال النشير، كيقول لك سي 47 هما باش ما تشدش فيهم السخونيه. كاينين واحد الكليبس اللي هما ديال لامينيون، هادوك حتى هما باش ما يسخنوش، الا درتو ديال البلاستيك راه غادي يذوبو، لان داك الميتال ديال هاد الباندو هذا كيسخن بزاف، ما تقدرش دير الا كانت الحراره ديال شي بوله كبيره. حاجه اخرى كيف قلنا هذا هارد لايت ونقدروا نرجعوه رطب، وقد ما كثرنا لي ديفيوزرز هادو هاد الجيلاتين قد ما درناهم قد ما كترجع لنا لا لوميير رطبه وكتقلل من لا لوميير، ما كينقص ما كيبقاش داك الجهد ديالو، غير هو ما نقدروش ناخذو في المثال هاد الكينوفلو اللي هو يا ديجا رطبه لا لوميير لا سورس ديالها رطب ونرجعوه حنايا العكس نرجعوه قاصح، ما غيمكنش، لان هذا واحد لا ديفيرونس اللي كاينه. بعض المرات كنبغيو نخدمو بلا لوميير قاصح، سيرتو الا بغينا نخدمو بلا لوميير من الجنب يكون قاصح ولا من اللور، يكون ضارب هنا في اللور ديال الوجه ولا شويه ضارب في الوجه هنا والشعر يكون قاصح، كنخليو هذاك هكداك ساك وكنعاونو بالكينوفلو من قدام. كاين شمن لوميير اللي باقيين ما هضرناش عليه، كاين في المثال هضرنا على هذا اللي كيتسمى غريد، هادو دي زاكسيسوار، وكاينين واحد النوع ديال دي زاكسيسوار اللي هي مدوره مدورين ولا كيكونوا حتى ريكتانغولير، هادوك كيكونوا دي غراد، كيكون كاين الخضراء والحمراء والصفراء على حسب لي غراد ديالهم، كاين اللي كتكون مغلوقه لان هما بحال الشبكه ديال الحديد، كاين اللي مغلوقه وغليظه ديك الشبكه ديالها وكاين اللي رقيقه، هذيك باش كنقصوا من الضوء، الا بغينا نديغراديو من الضوء واحد شويه باش كنقصوا داك الجهد، الا ما عندناش في المثال واحد النوع ديال البوله وحنا بغينا اقل منها كنديروهم باش كنقصوا منه، هما مدورين بحال الشبكه وكيدار هنايا كيدار هنايا ما بين البوله وهاد عندو ليسباس ديالو فين كيتخشى ما بين البوله وهاد البارندورز هادوك البيبان ديالها. حاجه اخرى الا كان في مثلا شي واحد اللي هو عنده الجلده ديالو سمراء بزاف وكيهضر مع شي واحد في الفيلم كيهضر مع شي واحد اللي عنده الجلده ديالو بيضاء، كنديروا هذاك السكريم كيتسمى سكريم، كيكون مدور وكتكون عنده النص ديالو كحل ولا مغلوق والنص الاخر كيكون ابيض،
لانه كنديروه في الوسط باش كنقصوا الضوء على هذاك البيرسون اللي هو ابيض، كنعطيه الضوء ناقص، كنديروا هذاك السكريم اللي هو مقسوم على جوج بحال شكل ديال الفلتر اللي غنديروا حنا ديغرادي، فيه جهه مغلوقه غري وجهه كتبقى بيضه، والجهه الاخرى كنخليوها على داك اللي هو اسمر باش كيعطيه لا لوميير اكثر، لان هو كيخصو لا لوميير اكثر من هذاك اللي هو ابيض. اكسسوار اخرى اللي كانت تسمى الفلاج، الفلاج هو في المثال اللي عندنا شي بوله جايه من هذه الجهه من اللور والكاميرا هكذا اون فاس معانا، كنديروا واحد البانو، كيكونوا دي بانو هكذا في بزاف ديال العبارات ديالهم، بانو هكذا فيه بحال الشكل ديال القطيب بحال كاري ديال الحديد، وعندو واحد الحديده هذيك تدخل في التريبيي، هذيك تنحطو بها باش كنضربو لا ليمير باش ما يدوش الكاميرا، الا درت وحده في المثال لهاد الجهه هذه ما غاداش تدوز الكاميرا، غتبقى ديما مضويه عليا انا، وكنكونتروليو داك لا ليمير بهادو كيتسموا الفلاجز. كاين هذاك واحد الاكسسوار اخرى كتسمى الكوبو، اللي هو عباره على واحد بحال الكادر هكذا كيكون بانو وفيه واحد الزواقات متقبين، راه فايت قلتها من قبل في الفيديو ديال الانترفيو، كتكون متقوبه فيها بزاف ديال الاشكال، كتكون اما واحد التقبه هكذا او سيركل تريون، كيكون بزاف كنتقبوا حنا ديك الكرتونه وكنديروها باش تعطينا واحد الشكل على الحيط، كنديروها من هنايا وكتعطينا داك الشكل، كيبقى داك الباترن ديالها كيبقى بحال الفلو، كيعطينا واحد الشكل على الحيط، واحد غير واحد الديزاين في المثال، واحد الشكل كيعطينا بحال داخل شي سورس لوميير بشي جهه، ونقدروا نديروا لها حتى هي فلتر قدامها كيولي زراق، هذيك الزواق كيولي زراق ولا شي حاجه هكذا، ولا نديروا شكل على تقريبا بحال شي ورق ديال الشجر، نديروا هذيك الشيمه نرسموهم في هذاك البانو ونقطعوهم دوك التقبات بحال الشكل ديال ورق ديال الشجر، ومني نديروا غتولي تبان لنا بحال راه كانت شي شجره هنا، والضوء ديال الشمس ولا شي حاجه من الشرجم هو اللي ضارب فيها. وعاد عندنا ريفليكترز اللي هما فيهم جوج انواع، كاين لاستولايت اللي هما قدام هما الاولين واقيلا اللي كانوا بداو في ريفليكترز، وكاين كاليفورنيا سان باونس. كاليفورنيا سان باونس عندهم لا كاليتي يعني متفوقين بزاف على اي نوع، غير هما غاليين بزاف، وكيخدموا لي كادر ديالهم من لامينيون خفاف وصحاح. الى ما عندكمش امكانيات، انا باقي لدابا كنخدم غير بدي بانو بحال ما هكذا، هادو غير فرشيات عباره على فرشيات كنخدم بهم، الى في المثال شريت شي حاجه وعطوني فيها عطوني شي فرشيات بحال ما هكذا هما باش تنخدم، كنديرهم في واحد الجهه باش كيعاكسوا لي الضوء كيف كتشوفوا هنايا، وخفاف ما غاديش يشدوا ليا ليسباس بزاف، يعني ما غاديش يكونوا ثقال. كاينه عاود حاجه اخرى باش كنخدم الناتور مورت، هادو غير كرتونات انا درتهم بالسكوتش وكنحطهم بحال ما هكذا، الى عندي شي حاجه غادي نحطها هنايا، وكنحط هذه باش كتعكس ليا الضوء للجهه الاخرى اللي ما كيوصلهاش. الجهه الاخرى هذه انا عندي جوج هنايا، درت فيها هذا ديال الكوزينه، هاد السيلفر ها هما كتشوفوا هنايا، هذا غير ديال الكوزينه حتى هو ديال الطياب، حتى هو كمشته خصك تكمشوه ولصقته هنايا باش الا بغيتها لا ليمير يكون مجهده كنديرها هكذا، ولا كيف قلنا كنخليو هذا كنديرو على هاد الجهه هذه، ولا البيض عاود الا بغيت غير جوج بلايص من هنا ومن هنا بيض، والضو يكون من الفوق، المهم سا ديبون شنو بغيت، المهم هذا انا مصوبو غير راسي. هذا الجيل كيكونو طروفا كبار ولكن كتقدر تقطعهم، الا في المثال بغينا حنايا لا سورس ديال لا لوميير تكون نفس لا لوميير ديال النهار، وما عندناش لا لوميير ديال النهار كنديرو ليها هاد الجيلاتين هذا اللي كيتسمى سي تي بي، اللي هو كولر تمبرتشر بلو سي هو سي تي بي، وكاين سي تي او اللي هو كولر تمبرتشر اورنج، وفيهم ديغراد كاين الاول والثاني والثالث فيهم جوج. الى في المثال بغينا نديرو هاد لا سورس هادي ديال لا لوميير، في المثال بغينا نديرو هاد لا سورس هادي ديال لا لوميير، دان الا ضويت على وجهي انا غادي تعطينا داك لا لوميير ديالها فيه شويه
شوية صفورية، لأن ما غاديش يكون كومباتيبل مع لا لوميير اللي عندنا هنايا. الوغ ملي كنبغيو يكون كومباتيبل مع لا لوميير اللي عندنا هنايا، كنديرو ليه هذا اوتوماتيكمون، كتبدل ليه لا سورس ديالو، كيولي لا لوميير ديال النهار. هانتوما كتشوفو هنايا، شوف كيفاش كان في هذيك الصفورية، شو يدي كيفاش كانت صفرا. كنديرو ليه لا لوميير، كنديرو ليه هاد كوريكسيون، هاهي يدي ولات بيضاء اللي هو لا لوميير ديال النهار، لأن هذا كيرجع فيه 5600 كلفن، ولكن بوحدو كتكون فيه 3200 كلفن. ولا درنا ليه بطبيعة الحال هذا سوفت فور سوفت جيل اللي هو ديفيوزر، كيعطينا هاد الشكل هذا، كيولي ديفيوزد، مكيبقاش فيه داك الجات ديالو قاصح. وكيف قلت لكم عاود، كنقدروا نديروه عاود كنقصو منه، ولا كان داك البيم ديالو كيولي اما قريب هكذا وكيولي رقيق، ولا كان كيولي فلاد كيولي مشتت. عندنا هاد لوميير اخرى عاود اللي كنديرو في الطوموبيلات، الا كنا غادي نصورو في الطوموبيلات وبالاخص في الليل، وما عندناش شي سورس ديال لا لوميير فين غنديروها، لان الا درنا ديك البوله ديال الطوموبيل بعض المرات كتكون اما هنا ما كتجيناش مزيانه اون فاس مع السوجي ديالنا، لان خصنا الضو يكون هكذا، ولا كتكون من موراهم الا كان شي صديبو على الطوموبيل. هذا كنديروه في هذوك الدراجات ديال الشمس، كيدار من الداخل هكذا من الداخل، وكنلصقهم غير بالسكوتش، وكنماسكيو هاد لي كابل ديالو كلهم مع الجناب ديال الطوموبيل، وعندو واحد ديال هذيك السيكاريت لايتر اللي كنشعلو بها الكارو، كنخشيوهم تما. كاين تما ملي كناخدو الضو كيعطيونا جوج، هذا خدمت بهم شي دو فوا. المهم لا لوميير ديالو مزيان، انا نوريكم هنا. هذا فيه جوج انواع تاو ديال لا لوميير، فيه 5600 وفيه 3200، سا ديبو. بغينا نخلطوه مع البولا ديال الداخل ديال الطوموبيل، الا فما حتى شي واحد حل الباب وشعلات البولا ديال الطوموبيل الداخل. كنديروا النوع الاخر اللي هو يا 3200، باش كيكون لا تمبيراتور بحال باش كيبان لنا الضو عادي، راه ديال الطوموبيل ماشي جاي من جهه اخرى، ماشي وجههم بيض ومن موراهم صفر. انا نطفي هاد البولات هادو اللي عندنا هنا القدام، وتشوف باش نشوفوا لا بويسونس ديالهم شحال. هادو راه فراجيل بزاف بزاف، زعما خصنا نحطهم غير بشويه حيت رقاق وبحال الشكل ديال البلاستيك بحال الدجاج. هذا مازال حيت انا خليت الكاميرا كيف ما هي، لان كنصور ب 5.6 والاي اس او 1000 في لافيتيس سيكوند، لان داير البوله على حساب البولات الكبار. ولكن شوفوا هادو اللي هما غير صغيورين، لان الا بغيت ناخذ هاد لا تمبيراتور ديال هادو خصني نزيد شويه في الاي اس او على الاقل واحد 1600، ونهبط لوبجيكتيف خصني على الاقل واحد 2.8، ولا باش يلا يعطيني لا لوميير كافيه، لان ما غاديش يكونوا باينين. كتكون هكذا الفوق في المثال، كيكونوا الفوق وكتكون كيكون عاطي الضو بعدا لي زاكتور كيعطي مزيان. الا كان غير اكتور واحد كنديروا واحد من هنايا وواحد من الجنب بحال هكذا. انا تخيلوا معايا الا كنت انا حال لوبجيكتيف ديال الكاميرا، كيكون واحد هكذا وواحد هكذا. ولا الا ما كانش، كاين طريقه اخرى عاود باش نخدمو. الى كاين عاود واحد لا لوميير اخر اللي هو بحال ما هذا، تيخدموا به دابا في الطوموبيلات، اللي هو يلا خرج جديد ولكن رقيق على هذا، تقريبا قد هكا، ومجهد بحال هذا الشكل هذا. هذاك اللي ولاو كيخدموا به دابا بزاف في الطوموبيلات، كدير غير في واحد الجنب هكذا وكتلصق بهذيك بحال ديك اللصقه اللي فيها جوج جهات، كتلصق حدا وحده، كسميتها الفيلكرو بلونغلي. هذا هو اللي كاين في لا لوميير على هاد، على حسب ما عندي انايا. ما نقدرش نوريكم دي لوميير اخرين اللي انا ما عنديش، هادو اللي عندي انا. عندي 2000 واط ولكن كبار. المهم هذه كتسمى بلوند، راه هضرنا عليها. حاجه اخرى اللي هي مهمه بزاف، وهو خصنا نعرفوا اشنو غادي نصوروا بلا لوميير اللي عندنا. انا كيف كتشوفوا عندي لوميير مخلطه، ما يمكنش ليا ناخذ جوج ولا ثلاثه ديال لي موندارين في المثال، نقول لك انا غنمشي نصور فيلم، لان ما غاديش يكفيوني، لان لي موندارين عندهم باور وحده،
خاصني نبقى ندير جيلز، هذوك الجيلاتين الكري بحال ان دي، بحال نيوترال دنسي، باش نقص من البويسونس ديالهم. ولكن علاش غنبقى نكونسومي 800 من هنا و800 من هنا و800 من هنا؟ اذا خاصني ضروري نعاون بهاد لي لوميير اخرين، نعاون بدي سورس اخرى باش تعطيني واحد النوع ديال لا لوميير اللي انا غنبغي. كل لوميير، كل حاجه كتصلح لواحد النوع في الفيلم، ماشي غير كنديروا بها اي حاجه، لان سا ديبون على ليستوار، سا ديبون على لوميير كيفاش غنديروا ليه. اذا كنستعملوا لوميير بالشكل اللي حنا غنبغيوه. هذاك الشيء علاش كيخصنا ديما نوعوا في لا لوميير، وناخذوا داك الشيء اللي غادي نخدموا به، ماشي ناخذوا شي حاجه اللي ما غاديش نخدموا بها. المهم نتمنى تكونوا خديتوا واحد الفكره عامه على لا لوميير وعلى الانواع ديالو، ومن بعد نديروا شي ديمونستراسيون من هنا لقدام الى لقيت اللي يخدم معايا ولا اللي يعاوني. يلا نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير.